صافي حبيبي. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير و 5 كما العاده. اليوم مع فيديو جديد وديما الجديد مع اسماء بيوتي. المهم اليوم فيديو مختلف من التحضيرات ديال رمضان. ضروري هما التخمال صراحه، يعني انا العواشف عزيزه عليا نخمل الضرب العواشف. مي في العواشف كيعجبني مثلا تتبقى نهار ولا يومين العيد، رمضان عيد كبير، بزاف ديال المناسبات عزيزه عليا عاد نخمل الضرب والضرب تهز ونشم ريحه النقا. اليوم خملنا الكوزينه وخملنا الصالون، بقات ليا بيتي وبقات ليا بيت البنات حتى الغدا ان شاء الله. انا والسيده اللي معايا في الدار ايوا اختي وسالينا جينا نخملوا عظامنا. جينا الحمام ديال اشكار راكم عارفين، وليت انا دابا ما كنبدلوش. علاش؟ حين زوين، في بزاف ديال الحوايج زوينين بلدي، يعني كتدخلي داكشي حنه وهذا. وجبنا الواليده توحشناها جات عندي، راكم عارفين معها كانت غابره عند الهام اختي. قلت لها كتشنقون وياك، قلت لها اختي دابا رمضان خصني المهم تدوز معايا رمضان، نجيبها اختي تعوم ترتاح وداكشي. وكما قلت لكم التحضيرات ديال رمضان باش نجيكم الصراحه بالنسبه للشباكيه الصفوف داكشي درتو العام فايت الا عقلتو. دابا نبارطاجي معكم لا فيديو. هاد العام ما قاداش باش نجيكم الصراحه، ما قاداش صافي. انا ديجا كنوض بحال مهرسه من يديا فابل، باغا غير نعاس، عيانه مرخيه، ما نقدرش ندير هذاك الشيء الصراحه، صعيب عليا. وماما راكم عارفين انا ماما ما كنبغيهاش ديري يديها في الماء، بهذا المعنى عندي ماما شي حاجه اللي ما عارف تكفصات علينا، تهجلت علينا، ضربات علينا تماره صغار. كفي ان امك كتحمل بك 9 شهور، كتكبرك، كتردك عزري اولا عزبه. فكنظن بان هذا هو الوقت اللي نتا عاوتاني كترد ليها. شنو كترد ليها؟ خصها ترتاح، خصها انت تشقى عليها. دابا حتى بالنسبه للبنات اللي باقيين مجوجات وباقيين ساكنين مع ماماواتهم، تهلاو في ماماواتكم، عاونوهم، حيت حتى هما مساكن كيبغيو اللي يعاونهم. ما فاش تكبري بحالي دابا انا ما كنبغيش ماما دير شي حاجه. حتى بالنسبه للسيده اللي عندي في الدار كنقول لها الله يعطيك الصبر، ماما ما باغاهاش تقيس يديها في الماء. يعني ما نكرهش انا ماما ندير لها الحمال ونبدا نراري بها، ما نحطهاش في الارض، انا باغاها تبقى جالسه مرتاحه، انا نشقى عليها، ما دير ليا حتى شي حاجه. فدونك هادشي اللي كاين. مازال التحضيرات ديال مثلا هكا البريوات بالورقه وداكشي، داكشي ساهل. هداكشي قلت النهار رمضان ان شاء الله الا كنا غنصوموا 3 اللي هو غدا، الا كنا غنصوموا 3 ديك الساعه الصباح نمشي نجيب الورقه ونبغي نتعاون انا والسيده اللي عندي في الدار نصاوبوا بريوات وهذا يجيو مفشفشين. وحاجه اخرى ما نقدرش انني نوجد كونتيتي كثيره ديال مثلا البريوات ولا لي سيغار، ولا عندي فريغو صغير، الفريغو الكوزينه عندي صغير الصراحه. حتى نروح لنا ناخذ شي حاجه ان شاء الله كبيره عاد نبقى نقدر انني نحط هذاك الشيء. تماما ان شاء الله فاش نبدل لها الثلاجه عاد تقدر، اما الفريغو راكم عارفين صغير. المهم جينا اختي نضربوها بواحد التحميمه وهانتوما معانا. يا اختي السلام عليكم. وعليكم السلام. اسماء بيوتي بعد الحمام كي جاتكم عجيبه، كتشعل يا سلام، كتشعل يا سلام. المهم دوزت سلمى للصالون عند باباها باش حيت عندها المراجعه العشيه، دوزتها تنشف شعرها وداكشي وبقات مع باباها بالكارطابل ديالها وداكشي. وماما هي حدايا. كي جاتكم ماما التكميده؟ التكميده وليت كتحيد العياد العام. قالت لك التكميده كتحيد العياد العام. لا ولكن بصح واحد التكميده والله العظيم يا سلام. ايوا اختي راه من التحضيرات ديال رمضان هادو. واش كيصحاب ليك؟ خملي عظامك ومن الاولين خملتي دارك وخمليتي العظيمه حتى هما يتخملوا، حتى هما كيتخملوا. واش غندير؟ ايوا اش غنقول لكم، غنمشي دابا للدار. صراحه البارح عومت مالك، درت له واحد الفركه وخا صراحه ندمت ما ديتهاش. قالت لي لا كتسخف مسكينه، قلت كون هي ديت من اللوكه حتى هي تكمد راسها. عزيز عليها الحمام، مالكش اسلم شحال لعبات دايه معاها لي بوبي ديالها وداكشي ديالها. ايوا المهم غنمشيو للدار دابا. والصراحه دارت ليا في الخوان نقدر نهز مالك ونمشي عند الهام اختي نديرو عندها الكوتي. المهم سا ديبون على حسب. وصافي هادشي اللي كاين وهانتوما معايا وقولوا لي نتوما شنو هما التحضيرات اللي درتو. البنات يا اختي وكنا جالسين، عارفين ديك القضيه يا اختي وكنا جالسين جانا العطش عرفتي صافي وجهي شوفوا بيض، فمي بيض عليا، قلت ليه بغيت نشرب بالماء والماء يا اختي ديال الطين، قرعه ديال الطين، قلت ليها نمشي ناخذ واحد القرعه ديال الطين بالكويس ديالها البارح ولا ما عرف البارح، مشيت يا ربي الولاد وجيبات زعما نلقاها لقيتهم صافي غيسدوا، مشيت يمكن ما شي 8 لارو بصافي الدري جمعوا داكشي، دابا قلت ليه والو نمشي ناخذه، نمشي ناخذ هاي على الطبوكيس اختي زيانين اختي نبي. يقولوا لي واش شي وحده بحالي عاد كتبقى تجيك الحكه، وعاد زعما الا شتي شي ماكله عاد كتجيك الحكه، اولا مثلا الا تشهيتي شي حاجه عاد كيبدا ياكل كنيفك ودنيك وعينيك، ما عرفتش علاش عرفتي كنبقى ديما هكا، عرفتي ما خصنيش نبقى نقول حقه ما حقه هذا عادي. ايوا احمد فين قلت لك نمشي دابا شنو ناخذ؟ قرعه والله ما سمعتك قلتي شي قرعه، ما قرعه من اسواق السلام، قرعه ديال الطين لا ماشي ديال اسواق السلام، اسواق السلام قلت القرائي ديال العصير ما عندناش، قرعه ديال الطين راه مصدعاني عليها دابا 3 ايام ولا 4 ايام، باغا القرعه ديال الطين ندير فيها اختي الماء ونشربها مع راساتي كيكون الماء فيها بارد. ايوا هو اختي داير ليا خاطري هانتي تبع الماء محمد، دابا المشكله واخا ما يكونش وحم نقول زعما ماشي هي شي حاجه كنرجعها وحم باش ما يقولش لي لا، اولا كنكون متكيه وكنقول ليه تشهيت واحد 2 فريزات مع دانون، كيقول لي بصح كاين المسكين يجيبهم لي وانا عافيه الجوع ماشي تشهيتهم. اختي خليني نتفشى هاد 3 شهور هادي ولا تعوض ياك استحبل صحتك وراحتك. الله يعطيك الصحه، نتوما شوفوا لي زماني مالي كونوا توحد التليفون طاح كاع، علاش هذاك راه التليفون طاح بزين والطبوكيز ديالك جا عليك الوحم صافي، جا عليك الوحم الصراحه. المهم البنات كما قلت لكم هادو تحضيرات يعني بشكل اخر، يعني كاع الناس فاش كيقربوا العواشر كيخملوا، كاع الناس كيمشيو للحمام يضربوها بفركه لعظامهم، كاع الناس كيمشيو مثلا يتقداو، بحال انا مولفه كنتقدا لراجلي القنيدرات باش كيصلي مور الفطور التراويح، كناخد بيجامات جداد. المهم هادو مع كاع الناس كيديروا هادشي هذا، ميعن جداد يعني واخا عندنا الميعن يتشطبوا ما يتقاضاو، ولكن في العواشر خصنا يعني في رمضان كيخصنا زلايف جداد، ومهم عادات وصافي وتقاليد ديالنا حنايا. وانتم معايا حيت الشمس ضربات هنا ومبقى كيبان لكم والو، يلا صغيره بزاف. قولوا واش ما كايناش شي وحده فيها القفاله؟ ما كايناش شي وحده كتسد فيها القفيله ديالها؟ كاينه القفيله ديالها. خذ تا كاس احمد كويسه، عنده هادشي زوين نشوف. الله ها هو كويس، شوفوا على مزيناته فيه القطران. شوف احمد شوف هذه فيها روبيني، هذه كامله ديالها كبيره وما نعرف دايره بزاف معاه وكاس صغير تاعما نشوف اول البوشونه. يلا صافي تاب اخويا القطران كتاب، ها نتوما شوفوا القطران. شكرا اخويا الله يخطيك. ما كاينش شي رمضان بلا اصالات فاس، الله يكبر بك. جا زماني اختار قنيدرات لرمضان الفطور الصلام هذا ديال التراويح. ان شاء الله هذا العام عاوتاني نصوموها في الدار. اش غدير؟ نشوف احمد هذه كي جاتك شويه مبدله على داكشي اللي سيا ضو، غنشوف شويه الفطور. لا لا جاتو زويونه، لا لا مزيانه، جاتو زويونه. نزيدو مازال شي لون دابا. عجبتني هذيك وعجبتني الشويبيه وعجبتني ديك الخزي في الخزي هادي عجبتني، هادي وعجبتني هادي. يا خد كيبغي يبدل بيهم، هادي زوينه حمداني نشوف، اجي زوينه هادي خدمتها البنات، هادو راه كيخدموهم باليد، وهادي راه مليفه. ولا هذا هذا شوفهم بجوج وشوف اللي عجباتك، عندها داكشي زوين البنات وكدير الخاطر، راكم عارفين حتى هذه فنه. هذه التوب ديالها في شكل توب غزال، هذه والله الا التوب فنه، توبها غزال اصلا. انت غير كتفطر احمد كتبغي تلبس هادشي تبقى به في الدار، كيدخل الدار كيوليو عنده هادو في رمضان بحال البيجامه، كيدخل كيبغي يلبسهم. زوينه هادي حتى هي، ضروري نشوف احمد. وكاين هاد الموديل يلاه دخل جديد، هذا نشوف بحال هكا، هذا الثوب بحال هادوك الجليبات، والجليبات بحال هكا. لا جبتو تبارك الله الجديد بالبليغات زوينين، هادو تكونوا سير كوموند، هادو كنيدرات غزالين، كلشي تبارك الله زوين. نشوف سي احمد، زويونه زويونه هادي، تشوبها مختلفه، عجبتني عجبتني حتى الخدمه ديالها عجبتني. وهادشي هو اللي اختار احمد في الاخير. شوفوا هادي كيفاش دايره، هادي التوب ديالها غزال كيحمق، واحد غزال غزال غزال، والخدمه ديالو شوفوا كيفاش دايره. وخدا حتى هادي خزيه، هادو التوابات ديالهم في شكل التوب ديالهم، هادي تقولوا له توب امير غزال، هاني ديال الامير. خدينا هادي في الخزي حيت غتجيه مع هادي ومع هادي، وهادي خديناها حتى هي. شوفوا كيفاش مخدومه، الخدمه ديال اليد باليد البنات، شوفوا الخدمه كيفاش متقونه هكا. وهادي عاوتاني، هادي حتى هي غتجيه مع هاد الزيتيه. وهادي خداها في البلونكاسي، حمد اصلا كيموت على البلونكاسي في جليباس. وخدينا بليغه في البيت، شوفوا الكاليتي البنات ديال البليغه كيفاش داير، كاليتي عندهم خطيره، شي حاجه زوينه، ماشي كاليتي ديال تلبسيها مره وتلوحيها، لا عندها داكشي تبارك الله متقون. المهم هادو هما اللي خدينا زوينين. صحتك السي احمد. اسلام البنات كيفاش جاتو، نشوف شوفوا كي جاتو الخدمه غزاله، جاتو شوفوا فرحان بها. شنو هذيك سميتها جلابتي قال لك، لا ديال سلمى اللي حسن منها، يلاه ديالك، لا ديال سلمى حسن منها. شوفوا ديال سلمى، جبت لي سلمى هادي غزي، ولا بجوجهم فحال ياك، الشويبه مخططين غزالين. هادي زوينه حتى هي، هادي ماشي نفس الديكور، لا ماشي نفس الديكور ماجده، لا هادي في شكل، هادي الخدمه ديالها هادي مخدومه في الكري، وهادي مخدومه في بحال زريق ياكي زاز. صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم. المهم امبارح ما كملتش ليكم، كما شفتوا مشيت عند ماجده، ديت الوليدات شي قنيدرات. المهم صراحه مولفه كل عام هكا معاها وداكشي، تعصبت تفقست، لقيت بان القربه ديالي مهرسه، ما يلا عمرناها بالماء باش نغسلوها وداكشي، لقينا بان كتخرج الماء. عاد اليوم لقيتوني جيت عند الهام اختي باش غادي نمشي للخبازه نبدلها. اولادي ليا يمكن قال لي احمد كيعاود ليها الطين ولا شي حاجه باش ما كتبقاش تخرج. كما شفتوا هذا هو الروتين ديالي ديال البارح، يعني هذا هو التحضيرات ديال رمضان بالنسبه ليا انايا. بالنسبه للنهار الاول تاع رمضان بيان سور غادي نبارطاجيه معكم، غنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج اللي غادي نكونوا ان شاء الله غنديروهم. صراحه انا راكم عارفين هذا الاول ديال الحماله ديالي، يعني 3 موا دابا غندخل ان شاء الله في الرابع، فكاين واحد العياء، كاين السخفه بعدا كتجيني بزاف، باغا غير نتكا، باغا غير نعس. نورمالمون في رمضانات اللي دازو غتكونوا كتشوفوا دابا نبارطاجي ليكم شحال من فيديو، شحال من حاجه كنديرها وكنكون نشيطه وفرحانه وداكشي. هاد العام صراحه بزاف د الحوايج ما قديتش نديرهم، وان شاء الله رمضان الجاي نعوضها ليكم. والله تنبينك صافي عندنا، واش اختي واقف ليا يضحك عليا، ويلا الله يهديك كتخلعني بالكاميرا. انا خلعني الكاميرا ولا خلعني ما فيك ما يبان. المهم البنات غنقول لكم من هاد لا فيديو هذا واش راكم مبروك تدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا سيدي ربي. والجاليه المغربيه كنحييكم ديما 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 حيت نتوما ها الجاليه المغربيه مقيمه في الداخل لا حتى في الخارج لحقاش صراحه مساكن كيعيشوا معنا الاجواء كي يعني كيعجبني فاش كتكتبوا ليا حنا ما في الغربه ولكن كنتبعوك كتورينا بزاف الحوايج كنتحمسوا حتى حنا نشوفوا رمضان في المغرب. فتحيه ليكم واش راكم مبروكه والله يحفظكم ليا وتهلاو في ريوسكم مع فيديو جاي اللي غيكون ان شاء الله النهار الاول في رمضان. باي باي عليكم.